بداية يطالب فلاحو منطقة الشكشاك بولاية الوادي بتقريب الأسمدة من مزارعهم لإنتاج أوفر من الحبوب. نتات تغطية لعبد العالي رحومة. بالنسبه للاسمده العام اللي فات كانت ما فيهاش لا 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 الورقه تاع الديوان. احنا عندنا انتاج كبير مع الجفاف اللي راه في الشمال، عندنا انتاج فات 30 الف قنطار خرجت من المنطقه هذه، منطقه شكشاك. اليوم اذا كان عاد عندنا الامور هذه تاع الورقه تاع الديوان وبالك نخرجوا العشوه فات، راه الانتاج راه ما يكونش. الاسمده هذه راه هي البديله على الامطار وبديله عن المشاكل الكل. هذه منطقه نتاع الشكشاك وتنتج في القمح الصلب والشعير. نطلب ونناشد السلطات المحلية والسلطات على مستوى أعلى حتى في الجزائر نناشدوها باللي باش تقرب لنا الأسمدة في الدولات، لأن المنطقة بعيدة ورانا عندنا يا سيناليك تعبين ياسر تعبين. ماذا بينا يقربونا المحطة يقربونا في الدولات باش احنا يا سيناليك نعود ونهزوا في لنقري، لأن وقعت لنا بعض المشاكل في هزال لنقري ما بين الولاية الواد وما بين يا سيناليك الشكشاك، وقعت واحد المشاكل. من جهته مدير المصالح الفلاحية للوادي أكد على وجود الأسمدة بشكل كبير بمصالح تعاونية الحبوب. بالنسبة لاقتناء الأسمدة في موسم الحبوب راه يتم بطريقة سلسة، تعرف كذلك الوفرة في جميع أنواع الأسمدة يتم الاقتناء بآليتين، سواء عن طريق تعاونية الحبوب وين الفلاح يقدر يدير كما نقولوا احنا طلبات جماعية توصل الأسمدة إلى المنطقة وإلى الفلاحين المعنيين خاصة في المنطقة الحدودية. كما يعرف الجميع الى ان هذه الاسمده راهي مواد حساسه، التنقل نتاعها يكون يعني مقنن. الاليه الثانيه لتبسيط كذلك اقتناء الاسمده يكون عبر منتجي او بائعي الاسمده والصحه النباتيه المرخصين والمعتمدين من طرف مديريه المصالح الفلاحيه.